من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جحد وكفر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر او سمعت اذن بخبر صاحب ذكرى الاسراء والمعراج. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب المقام المحمود ويا حامل اللواء الحمد يوم القيامة وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا يا رب العالمين ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد ايها المؤمنون ايها المرابطون تستعد امتنا العربيه والاسلاميه هذه الايام لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج والتي تأتي يوم الخميس المنبر. هذه الذكرى التي ستظل وستبقى النبع الأصيل والمصدر القوي الذي يأخذ منه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الدروس والعبر والعظات الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وستظل هذه الذكرى المنبهه الذي يذكرهم دائما بدورهم تجاه انفسهم ودينهم وتجاه الناس جميعا. أيها المؤمنون هذه الذكرى التي وقفت أمامها العقول حائرة إنها معجزة جعلت أعداء الإسلام واقفين أمامها بين مشكك ومصدق حتى نزلت هذه الآية القرآنية الكريمة وحسمت هذه القضية. فقال جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها المؤمنون لا بد من الوقوف عند ذكرى الإسراء والمعراج. هذه الذكرى التي تأتي وتمر على هذه الأمة مرورا يشبه أن يكون عادة من عاداتهم ومقاليدهم. يصومون في هذا اليوم ويشاهدون الاحتفالات ويستمعون إلى الخطب والدروس والقصائد
وغير ذلك ويلتهي الامر. لذلك نرى ان المسلمين على كثره عددهم وامكاناتهم الماديه والمعنويه لا وزن لهم في الارض ولا قيمه ولا اعتبار. أما المسلمون الأوائل فكانوا على قلة عددهم وعدتهم، كانوا هداة للبشرية وقادة للعالم، وما ذلك إلا بتمسكهم بهذا الدين الحنيف والتصديق العملي لمنهج القرآن الكريم بدون أيها المسلمون. لقد كانت معجزة الإسراء والمعراج حدثا ضخما من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاءت من بعده الهجرة. لقد كان مسحا لجراح الماضي ومآسيه وتثبيتا لقلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتطمينا للمستقبل، وتعويضا عن كسوة الارض بحفاوة السماء، وعن كسوة الناس بتكريم الملأ الاعلى، واشعارا له ان الله معه بالرعاية والحفظ والنصر، وتكريما كريما له من دون الانبياء، وتعريفا له بانه سيد ولد ادم ولا فحل، وسيد الانبياء والمرسلين، واراده له لملكوت الارض والسماوات ولما تعود اليه الخلائق بعد الممات. اخوة الايمان، كل ذكرى من ذكرياتنا العطره، كل ذكرى من ذكرياتنا العطره فيها منامات كبرى ومنارات جلى ومواعظ بليغه، وليست العبره في درس الوقائع والاحداث، ولكن العبره في ان نستنبط منها ما يكون نورا نحتمي به في طريقنا الى الله تعالى، ومشعلا وضاعا نستضيء به في دروب الدعوه اليه. ان دروس الاسراء والمعراج اكثر من ان تحصى واجل من ان تستقصى. إنها تعلمنا أن الدنيا دار فناء، وأن الله قد جعلها دار ابتلاء واختبار، وجعل الآخرة دار البقاء، كما أنها تعلمنا أن للمحن والمصائب حكما جليلة، منها أنها تسوق أصحابها إلى باب الله تعالى، وتلبسهم رداء العبودية الحقيقية، وتلجئهم إلى طلب العون منه لا من غيره. إنها تعلمنا أن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. أيها المؤمنون، إن من أهم دروس رحلة الإسراء والمعراج معرفة مكان هذا المسجد، مكانة المسجد الأقصى المبارك في ديار هذه الأمة، فمنه ابتدأ الإسراء و
الحرى مكانته وقدسيته في نفوس المسلمين. ورحلة الإسراء كانت إيلانا وإعلاما في انتقال القيادة والريادة للأمة الإسلامية. إنها قيادة تقوم على الرحمة والعدل والأمن والسلام والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، لا قيادة تقوم على الغربة والقهر والنصر والاستبداد وسفك الدماء وتدمير البلاد والثروات وتحذير الناس من أوطانهم ومدنهم وقواهم والنيل من مقدساتهم ودور عباداتهم وحد بيوتهم ومؤسساتهم وحد أشجارهم ومصادرة أراضيهم لإقامة المستوطنات أمامها. أيها المراقبون، لقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ربط بين المسجد الحرام أنت المسجد الأقصى المبارك كان مقصودا، كان يمكن أن يعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى سدرة المنتهى مباشرة، ولكنها حكمة الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن المرور بهذه المحطة القدسية ببيت المقدس في هذه الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، كما أن الصلاة بالأنبياء الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وإمامته لهم، هذا له معناه وجلالته، على أن القيادة قد انتقلت إلى أمة جديدة وإلى نبوة جديدة